معظم الطرقات بلبنان الأساسية مقطوعة. يعني وقت اضطرينا نوصل من جوني إلى جبيل أخذت تقريبا نحو 50 دقيقة بسرعة يعني مقبولة تنقول. بقى لح نطلع على هالنقط، قررنا نبلش من طرابلس. كل نقطة عم تشوفوها حمراء هي طرقات مقطوعة ومسكرة بالكامل. هون يا في إطارات مشتعلة، يا عم نحكي عن استخدام بلوكات إسمنتية، يا عم تتسكر بسيارات المواطنين. في رفض قاطع لفتح الطرقات، أكيد عم تكتر وعم تتغير مع الوقت. يا ريت الشباب هلا من جوا كمان يفاجئونا، صوب تحت عم نقطع بأنفة شكة، إذا من كفة إلى الأسفل إدة. كل نقطة عم تشوفوها هون بهالعلامة هي نقطة مسكرة نهائيا، ما فيها الناس تسلكها. عم تطلع على كله على الأوتوستراد الساحلي حالات عم نشوف 3 نقط، 1 2 3 طبرجة جوني، يعني هيدي تقريبا عن نقطة المترو نص أوتوستراد جوني. نرجع من كفة قدام جوني على جسر ما يعرف بجسر السولديني، هذه الخريطة من هون مش عم نلحق، عم تنط هون نرجع من كفة لقدام، هذه نقطة السيسويت. من بعدها بشوي عندنا نقطة عدبي، وهون قوى الأمن عندها تواجد، شفناها اليوم هي والجيش عم يمنع المواطنين يجتازوا جسر الرويال. من كفة لثلاث نقط مقطوعة عن نقطة أنتلياس، وهون عم نلاقي في تجمعات للناس ايضا بهيدي النقط تحديدا. من كفة نقول انه الاوتوستراد بيحكي عن حاله هون، اوتوستراد الساحلي اكثر من 15 نقطة مقطوعة مع تجمعات ومؤازرة للقوى الامنية اللي فينا نلفت انه عم تتصرف اليوم بصفة مراقب تقريبا مع الناس. ما عم نلاقي في كتير احتكاك، ببعض النقاط ايه شفنا احتكاك، ببعض النقاط الاخرى كان في نوع من المراقبة والحذر مع الاشخاص. وبنرجع بننزل صوب بيروت، كمان عندنا نحو 5 نقاط ببيروت مسكرة نهائيا قبل ما نوصل الى الجنوب. عم نحكي بنقطة الجية، عم نحكي بالناعمة بالدمور ومناطق أخرى متفرقة. إجمالا الأوتوستراد الساحلي غير سالك اليوم للسيارات والأشخاص اللي عم يتنقلوا. معظم الطرقات الفرعية اللي إلها علاقة بالطرقات الأساسية كمان مقطوعة، فبالتالي هيدا المشهد اليوم بلبنان. حتى البحرية كمان، البحرية حتى ببعض المناطق يعني مقطوعة، مفروغ منها. يعني إذا بدك من جبال لحد جوني البحرية مقطوعة عن 3 نقاط، من جوني ولحد الدورة مقطوعة عن 4 نقاط، وبقية ما بقى مثل ما عم نشوف كمان مقطوع.